مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سلام إلى الرب نطلب. السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. المكان المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل ملوكنا، من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذا المكان المقدس وهذه البلدة وجميع المدن والقرى والأديرة والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. للأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتألمين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل غضب وألم وخطر وشدة إلى الرب نطلب. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائرة البدوية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. لك يا
لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صالح الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي بشفاعة والدة الإله مخلص خلصنا للإعلان برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة بشفاعة والدة الإله مخلص خلصنا لأن الرب إلهنا عدل وليس فيه ظلم بشفاعة والدة الإله مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة سلام إلى الرب نطلب كيري على يسوع اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم هذا ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس لنا وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين هلمونا ابتهجوا بالرب ونهلل لله مخلصنا خلصنا يا ابن الله اعتراف ونؤلل له بالمزامير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسين لنرات لك هللويا لأن بيده أقاص الأرض وله رؤوس الجبال لأن البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلتان يابسا خلصنا يا ابن الله يا من عجيب في قديسين لنرات لك للهيا ذوق سبتريك يا Christos, 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 Christos,
كلمات الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير ميت. لقد اقتبلت أن تتجسد لأجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصولك أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدوس خلصنا. أيضا وأيضا بسلام من الرب نطلب أعذد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ورحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المزيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنود أنفسنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله لك يا رب، لأنك الإله الصالح والمحب للبشر ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. أيها الملك بالجسم قاعدة الأنبياء وركنهم السابق الثاني لحضور المسيح إلياس المجيد المظهر، لقد أرسلت النعمة من العلا لأليشا ليطرد الأسقام ويطهر البر، لذلك يفيض الأشفياء لمكرميه دائما. أيها الملك بالجسم قاعدة الأنبياء وركنهم السابق الثاني لحضور المسيح إلياس المجيد المؤقر، لقد أرسلت النعمة من العلا لأليشا ليطرد الأسقام ويطهر البر، لذلك يفيض الأشفياء لمكرميه دائما. ألمنا السد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قيد لنرد لك
هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من واجب في قدس الملك بالجسم قاعدة الأنبياء وركنهم السابق الثاني لحضور المسيح إلي المجيد الموقر. لقد أرسلت النعمة من العلا لآلشا ليطرد الأسقام ويطهر البرص. لذا يفيض الأشفياء لمكرمه دائما. إن نجاتك يا يسوع تصرخ إليك بصوت عظيم قائلا إليك أصبو يا عروسي وإياك أطلب بجهادي واصلب وادفن معك بمعموديتك وأكبد الآلام من أجلك لكي أملك معك وأموت فيك لكي أحيا بك. فتقبل التي ضحيت لك عن ارتياح كذبحات لا عيب فيها وبشفاعتها. خلص يا رحيم نفوسنا. شفاء الأرض لمن فيه ولد أمته الأولى عاش حياة نسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله. فيلادلفيا بهم تزهو والأرثوذكسيون يفخرون. يا العظيم الشورى النبي والنظير أعمال الله عن بعد. يا من بكلمته حبس السحب المطارة تشفى فينا إلى المتفرد بمحبة البشر.
نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين آيكي الكاهن إلى الدهر ذوي على رتبة ملك صادق قال الرب لربي اجلس عن يميني فاصطم رسالة القديس يعقوب الرسول الجامعة
يا إخوة اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب قدرة في احتمال المشقات وفي طول الأناة، فإنا نطوب الصابرين، وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب متحنن جدا ورؤوف. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، ولكن ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تقعوا في الدينونة. هل فيكم أحد في مشقات فليصلي، أو في سرور فليرتل؟ هل فيكم مريض فليدعو قسوس الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب؟ فإن صلاة الإيمان تخلص المريض والرب ينهضه، وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تبرأوا، إن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا قابل الآلام مثلنا، وقد صلى أن لا ينزل المطر، فلم ينزل على الأرض مدة 36 أشهر، ثم عاد وصلى فأمطرت السماء وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن الذي رد خاطئا عن طريق ضلاله قد خلص نفسا من الموت. وستر جما من الخطايا. الحكمة. السلام لك أيها القارئ. هللويا هللويا نستقم ونستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي في ذلك الزمان، تعجبت جموع من كلام النعمة البارز من فم يسوع قائلين:
أليس هذا هو ابن يوسف؟ فقال لهم: لا شك إنكم تقولون لي هذا المثل: أيها الطبيب اشفي نفسك. كلما سمعنا أنه جرى في كفرناحوما اصنعه أيضا ها هنا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم، إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. في الحقيقة أقول لكم، إن أرامل كثيرات كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر، وحدث جوع عظيم في الأرض كلها، فلم يبعث إيليا إلى واحدة منهن إلا إلى صرفت صيدا إلى امرأة. فلما سمع هذا الذين في المجمع تلوا كلهم غضبا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة واقتادوه إلى قمة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، ليطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى صلاة الإيمان تشفي المريض. أمين. اليوم يا أحبة بركة كبيرة، مش بس فرحة ولكن بركة لوجودنا في هذا المكان المقدس. هذا المكان اللي إذا إحنا سكتنا وما حكينا، المكان والحجار والشجر هو رح يحكي، ويحكي عن وجود أبائنا وأجدادنا في هذا المكان المقدس، ومش بس هيك، وعن وجود النبي إيليا المجيد الغيور، النبي إيليا اللي شهد لإله الرب يسوع المسيح نفسه، وحكى عن غيرته، عن محبته، وعن إيمانه القاطع، إيمانه الجاد، إيمانه اللي صنع المعجزات، اللي كان يطلب من ربنا بكل ثقة وبشدة، لدرجة أنه الإله الآب كان بيسمع وبيحقق طلب النبي إيليا. ليش يا ترى مهم النبي إيليا؟ ليش كنيستنا بتعيد للنبي إيليا؟ ليش هذا المكان آبائنا وأجدادنا أنشأوا فيه دير للنبي إيليا؟ ليش الرب يسوع المسيح شهد للنبي إيليا؟ شو بدها توصلنا الكنيسة والرب يسوع المسيح اليوم بالإنجيل؟ شو بده يحكي لنا؟ امبارح بعد ما روحنا من الموقع من هون، أنا والأباء الأجلاء، أنا وأبونا غريغوريوس وأنا وأبونا يوحنا،
فبشوف أبونا يوحنا بعد ما روحنا في إربد وتعبانين أنا وياه حرام هالكان، وبقول له ولك يا أبونا ما حضرناش ولا إشي للناس بكرة، رح نشربهم مي ونروحهم يا زلمة، معقول ولا نعطيهم بركة ولا أيقونة ولا إشي ذكرى؟ مش معقول. فوقف هيك عند السيارة وقال لي ما لحقنا ما لحقنا، بدك تمشيها هاي السنة. فبعدين دخلت على البيت، قعدت في غرفة القعدة وقدامي أيقونة الأقمار الثلاثة هيك، وبطلع فيهم بقول لهم ما في إشي نقدمه بكرة. حسيت إنه عم بيحكوا لي أنت غلطان، لأنه ربنا ما بده إياك أنت إشي تقدم، ولا بده منا إحنا نقدم لكم، ولا وزارة السياحة تقدم لنا، ولا الأمن العام يقدم لنا، بده النبي إيليا نفسه بده يقدم. النبي إيليا اللي هو جمعنا اليوم في هذا المكان المقدس اللي هو كان موجود فيه، والرهبان المسيحيين الأوائل اللي عاشوا في هذا الدير، والمسيحيين الأوائل أبائنا وأجدادنا اللي عاشوا حوالين هذا الدير، هن بدهم يقدموا لنا. كلام الرب يسوع المسيح هو الرسالة اللي بتقدمها اليوم الكنيسة لنا، لا كلامي ولا كلام الأباء ولا البركة اللي رح نعطيكم إياها ولا أيقونة صغيرة، بس الرب يسوع المسيح بده يحكي لنا يكون عنا ثقة وإيمان وغيرة على الكنيسة زي النبي إيليا. هذا الشيء رح نروح فيه اليوم من تل مار الياس، رح نروح وإيماننا مليان ثقة وغيرة على الكنيسة. هذا اللي بده إياه منا النبي إيليا، ما بده إشي تاني. نكون غيورين زيه على مصلحة الكنيسة. الكنيسة مش بس الحجار أو سور الكنيسة والرعية الموجودين إحنا فيها، إن كان في الحصن ولا في إربد ولا في عنجرة ولا من وين إحنا جايين، أو من الصريح أو من عمان. الكنيسة هي في بيت كل واحد فينا، أولادي وأولادك، جيراننا، رعيتنا، كل الشبيبة، كل مدارس الأحد، هدول هن الكنيسة. هدول لازم يكون في عنا غيرة على مصلحتهم، وبالأولى على مصلحتنا وعلى قلوبنا إحنا، اللي تكون فعلا عمرانة بالإيمان وبالثقة بأنه الله قادر على كل شيء في حياتنا، وهو ملك وسيد على حياتنا، بالضبط زي ما كان النبي إيليا، واستطاع أنه يصنع المعجزات، واستطاع أنه ينصر كلمة الله على كل الملحدين وعلى كل عبدة الأوثان اللي كانوا بيحاربوا شعب الله. هذه هي الرسالة اليوم، هذا هو اللي رح نروح فيه. قلبنا ملان إيمان وثقة ورجاء، وما يضل لإلنا بس، وبدنا نطلعه للآخرين ونحكي للآخرين ونوزع هاي البركة على الآخرين. فرحتنا كبيرة زي ما قلت إنه موجودين بهذا المكان المقدس. بعرف إنه كان في غلبة إنه نوصل، بعرف الباص يمكن مش كتير مريح، يمكن الطريق سيئة أو صعبة أو طويلة، أو الجايين من بعيد كمان تغلبوا أو طولوا في الباص أو عطشوا أو شوبوا، كل هذا مشان نيجي على مار الياس. هل قد منحب مار الياس؟ يمكن صح حابين نطلع من البيت وزهقنا وانحبسنا وحابين نطلع رحلة ونشوف عجلون، بس صدقوني اللي جمعنا مار الياس مشان نأخذ منه البركة ونروح فيها. مشان هيك واجبنا اليوم نأخذ البركة ونروح فيها، وواجبنا نحافظ على المكان اللي احنا الموجودين فيه، المكان الجميل اللي بتحافظ عليه وزارة السياحة والآثار، مشكورة اللي اليوم كمان رتبت معنا هذا الاحتفال مع هيئة تنشيط السياحة، اللي بنشكرهم على جهودهم وعلى تواجدهم معنا، على تعبهم، على مصروفاتهم، على كل شيء عملوه. ونشكر كمان القائم على الموقع السيد سائد صمادي اللي دايما بتعب، سائد الحبيب
واللي ظلوا سهران امبارح مشان يحضر الموقع مع الشباب، فكمان احنا واجبنا معهم نحافظ على الموقع. بطلب منكم نحافظ على النظافة قدر الامكان، نحافظ كمان على التباعد وعلى ارتداء الكمامات عشان الوضع الوبائي اللي احنا فيه موجودين، واي تعليمات من الامن ورجال الامن لازم نتبعها دايما، اللي بنشكرهم على تواجدهم، بالاخص محافظ عجلون وكل قوات الامن من محافظة عجلون المتواجدين معنا واللي دايما ما بتركونا في جميع انحاء المحافظة. نشكر الجميع ونشكر محبتكم، ونطلب من مار الياس يملأ قلوبنا ثقة وإيمان حتى نوزعها على كل المش موجودين معنا، وهيك نعيش فعلا اللي كان بده إياه مار الياس. أمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب، أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. إننا نجثو لك مرارا كثيرة ساجدين ونضرع إليك أيها الصالح المحب البشر، طالبين أن تنظر إلى طلباتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، وتمنحنا أن نمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. وهب اللهم الذين يصلون معنا النجاح في المعيشة وفي الإيمان وفي الفهم الروحي، وامنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين، فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين، نرفع لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين.
الأرثوذكسيين زوار القبر المقدس القابل الحياة وهذا المكان المقدس ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي في كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. جمعكم مع جميع المسيحيين حسن عبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذا المكان المقدس والساكنين في هذه المدينة وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح الإلهي الشريف لأجل الصحة والتوفيق والافتقاد ورفع الشدائد ليذكرهم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفروس ليذكرهما الرب الإله
في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. السالف رقادهم من آبائنا وإخوتنا الموضوعين ها هنا وفي كل مكان وجميع الذين ذكرت أسماءهم من الراقدين على المذبح الإلهي الشريف ليذكرهم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. تحت طلباتنا قدمنا إلى مذبحك المقدس واجعلنا أكفاء لأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية من أجل خطايانا وجهات الشعب. لنكمل طلبتنا للرب على يسوع وعن أجياد القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب. أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب. يا رب ارحم اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. فرزقك غفران خطايانا وصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالمين من الرب نسأل. فرزقك يا نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي
وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. يستجب يا رب. هذا ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة ريلا الدائمة المكولية مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحبنا بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نتفق مقرين حكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار التي أمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة
ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدوس لتكون مع جميعكم. روحك أيضا لنرفع قلوبنا لفوق أشكرن الرب وواجب حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغيير. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك الآتي. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله، ظاهرا كان أم خفيا. ونشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والعيون الكثيرة، يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. وبتسبيح الضفارين مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب سباوث ملانة السماء والأرض من مجدك أصنع في العالي مبارك الذي باسم الرب أصنع في العالي. إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال، يا من أحببت عالمك بهذا المقدار حتى أنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم، بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. العشاء قائلا: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ونحن تذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة والجلوس من عن الميامن والمجيء الثاني المجيد أيضا، التي لك مما لك نقدمها لك عن كل شيء ومن جهتي كل شيء، إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب. إننا نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية
ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لنا نحن الخطأ، يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم، محولا إياهما بروحك القدوس، حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس لملء ملكوت السماوات وللدالة لديك، لا للدينين ولا للخطاة عليك. الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم واجب بطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس
وهبه لكنائسك المقدسة بسلام أصحى معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة. واهلنا جميعاً كافة والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا. واعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل إكرام العظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبل مذبح السماء والعقل المقدس لراحة الطيب الروحاني زكي يرسل النعمة الإلهية موهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظني يا الله من نعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطيئة من الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. صالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي جوابا حسنا لدى منبر المسيح المروب نسأل. بعد سؤال اتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لندعن أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب وارنا أيها السيد أن نشعر بدالتنا على أن ندعوك أبا غير مديننا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. السلام لجميعكم ولروحكم لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا وبكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر للذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد سهل كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه
ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اسأل مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا. أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير موجود، وأهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني. لنصغي القدسات وللقديسين قدوس واحد رب واحد Oh.
بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. في الممر يا أخي. الله الرب دار لنا مبارك الآتي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. نظرنا نور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا. آه
كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب، لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك، لهجينا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيية الرهيبة، لنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. إننا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. فاجعل طرقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خوفك، واحفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا أب. يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملا كنيستك وقدس الذين يحبون بها بيتك. أنت أشرف مواد ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذنا نحن المتكلين عليك. وبالسلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. فلك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى دار ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح إلهنا، يا من هو عجيب في قديسيه، أنت بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل للحياة وطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخ الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم والقديسين أبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيم وحنّ والقديس المجيد النبي إيليا الغيور الذي مقدسنا ومباركنا احفظ وارحم
سنين عديدة. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس فليحفظ حياتكم أجمعين. كل سنة وانتم سالمين.